اليوم غادي يتم الاطلاق ديال التلسكوب جيمس ويب الفضائي، جيمس ويب سبيس تلسكوب ولا جي دبليو اس تي. هاد التلسكوب غادي يحل نافذه جديده غير مسبوقه على الكون، غادي يصور نشاه الكون، غادي يرصد الحياه في كواكب اخرى خارج الارض وبزاف ديال الحوايج اخرين. غادي نشوفوا المزيد على هذا الشيء وبزاف ديال الحاجات اخرين في هذا الفيديو. هاد الفيديو وهاد القناه ماشي سبونسوريزي، والطريقه الوحيده باش نقدروا ناسيغي ولا برودكسيون هو الدعم ديال المشاهدين رائعين بحالكم في موقع باتريون ولا هنا في خاصيه الاشتراك الشهري في يوتيوب. هاد الدعم به كنقدروا نغطيو المصاريف ديال الماتريال وديال الانتاج. اذا بغيتي تنضم للعائله ديال المساندين تلقاو في patreon.com/najibm ولا هنا في يوتيوب في الاشتراك الشهري. اليوم هو نهار كنتسناه ماشي من هادي عام ولا عامين، ولكن من باش كنت صغير. مازال عقل راسي مزيان باش كنت في الليسي وكنت شديت واحد العدد ديال مجلات سيونس افي، كنت سلفته من لاستيتيو فرونسي في طنجه، ولا ربما كان خويا الكبير شراه نسيت بالضبط، ولكن اللي عقل عليه مزيان هو انه كان واحد المقال كان كيهضر على واحد التلسكوب فضائي مستقبلي غادي يصيفطوه للسماء، فيه بزاف ديال المرايات وكيتحل بالسماء بواحد الشكل سبيكتاكولير، داكشي ديال الخيال العلمي. تاريخ الاطلاق الموعود لهذا التلسكوب في هذاك الزمان كان هو 2007. صافي سور غادي نصيفطو في 2007 ياك؟ سور في 2007 نصيفطو للسما والله. بغينا نقولو زعما 2009 عندنا شي روطار يصبروا علينا واحد غير واحد من غير الاسباب الاداريه وراء التاخير، احد الاسباب كذلك هو التعقيد الهائل ديال هذا التلسكوب. الميزانيه النهائيه ديالو تقريبا جوايه 10 مليار دولار، وكيتعتبر اعقد تلسكوب صوبته البشريه في التاريخ ديالها. علاش هذه الروينه كامله؟ وهنا عندي تلسكوب اماتور، هذا التلسكوب ديالي اللي الفكره ديالو بسيطه، الضوء ديال شي كوكب ولا ديال شي شجره كيجي وكيتعكس في هذه المرايا المقوسه اللي كاينه هنا، اللي كتجمع الضوء كتصيفطو يتعكس في مرايا اخرى صغيره كاينه هنا، ومن بعد كيدوز من عدسه لعدسه حتى كيدخل لعيني باش كنشوف الشجره ولا المجره. المقدار ديال التكبير هو على حسب الشكل ديال المرايات والعدسات ديال التلسكوب، ولكن المقدار ديال الضوء اللي كيدخل للتلسكوب كيتعلق بحاجه واحده اساسا، وهي شحال كبيره هذه المرايا الاولى. هذه المرايا الاولى هي نوعا ما بحال السطل كيجمع القطيرات ديال الضوء ولا لي فوتون، كل ما كان السطل كبير كل ما غادي يقدر يجمع اكثر ديال الضوء. علاش هذا الشيء مهم؟ حيت الا بغيتي تشوف الحاجات البعاد بزاف اللي كيكون الضوء ديالهم خافت بزاف، يعني كيوصل لنا منهم غير شويه ديال الفوتونات، غادي خصك مرايه كبيره بزاف باش يلاه هذيك شويه ديال الضوء اللي كيوصل لنا نقدروا نخرجوا منه صوره مرئيه. العلماء على الارض بنوا سلسله من التلسكوبات، كل واحد كبير من الاخر، وكاملين عندهم اسماء غايه في الابداع والابتكار، بحال التلسكوب الكبير، التلسكوب الكبير بزاف، التلسكوب العملاق، التلسكوب الكبير بزاف ديال بزاف. المشكله في هاد التلسكوبات كامله هو انه واخا عندهم مرايات كبار كيجمعوا بزاف ديال الضوء من الاجرام البعيده، ولكن كون انهم هنا في الارض كيعني ان داك الضوء الخافت اللي كيوصل من النجوم البعيده كيتخلط معاه بزاف ديال البوي ولا ديال التشاش اللي جاي من الغلاف الجوي الارضي، وهاد الشاش كيدبب التصاور. اذا غير قدرنا نهزو شي تلسكوب من هادو ونصيفطوه للسما خارج الغلاف الجوي، غادي نربحو درجات كبيره في القوه ديال السينيال ولا ديال الاشاره اللي كنلتقطوها من السما. هادشي دارته البشريه فعلا في نهايه ديال القرن الماضي عن طريق تلسكوب هابل. تلسكوب هابل اللي فعلا تصيفط للسما لواحد المدار قريب من الارض، واللي التقط البعض من انقى واروع الصور ديال الفضاء. ولكن طبعا اذا قارنا القطر ديال المرايا ديال التلسكوب هابل مع المرايات ديال التلسكوبات الارضيه غادي يبان لنا شحال هابل فعلا صغير. والسبب طبعا هو انه صعيب بزاف تصيفط حاجات كبار للسماء. بس تصيفط شي تلسكوب للسماء خاصك تخشيه في الراس ديال شي صاروخ، والصواريخ عندهم واحد المشكل وهو انه باش يقدروا يخرجوا من الارض ما يمكنش تحط فوق منهم اي كتله ولا اي حجم، خاص ضروري تخشي الحموله ديالك، يعني هذا التلسكوب هذا تخشى في وسط واحد الكبسوله اللي عندها حجم وكتله محدودين. وداك الشيء علاش هذا التلسكوب الجديد جيمس ويب سبيس تلسكوب اللي نوعا ما غادي يكمل الخدمه اللي بداها التلسكوب هابل هو تلسكوب كيتطوى. وهذه القضيه ديال التلسكوب الفضائي كيتطوى هو امر بحد ذاته مشكله، حيتاش علماء تكنولوجيا الفضاء والاقمار الصناعيه كيعرفوا مزيان انه خاص ما امكن الحاجه اللي تصيفطها للسماء يكون فيها اقل قدر ديال الحركه وديال الحل والسد، حيتاش في الفضاء الا شي بيستون تكوانسا ولا ما بغاش يرجع لبلاصتو مشيتي فيها.
ماشي اجي وغير صيفط الميكانيسيان للسماء. قضيه اخرى هي انه باش نستافدوا مزيان من تلسكوب كبير من هذا النوع، الافضل اننا نبعدوه ماشي غير على الشاش اللي كاين تحت الغلاف الجوي الارضي، ولكن حتى على الاشعاعات، خاصه الاشعاعات تحت الحمراء اللي كيعكسها الارض والقمر خارج الغلاف الجوي. يعني خاصنا نبعدوا ما امكن من الارض والقمر حتى هما. افضل بلاصه لهذا الشيء هي واحد البلاصه خاصه في الفضاء كتسمى نقطه لاغرانج 2، لو بوين دو لاغرانج 2، اللي هي بعيده على الارض مليون كيلومتر ونص. هذه النقطة الخاصية ديالها هي أنها كتدور مع الأرض حول الشمس، يعني إذا باركينا فيها تلسكوب وحطيناه عاطي بظهره للشمس والأرض ووجهنا العدسة ديال التلسكوب نحو النجوم والمجرات اللي في الجهة المقابلة، غادي نحصلوا على صور ما فيها لا تشاش ديال الشمس ولا ديال الأرض. غير هو واخا الكابتور ديال التلسكوب يكون موجه بوينتي للجهه ديال المجرات وعاطي ظهره للشمس، ولكن ضروري كذلك تحمي الخلفيه ديال هذا التلسكوب، حيث الضوء ديال الشمس غادي يجي وغادي يحرق الكابتور ديال التلسكوب من اللور. داكشي علاش ضروري خاص غلاف ولا درع واقي اللي غادي يحمي التلسكوب من هذه الاشعاعات. هذا الدرع حتى هو طبعا خاص يكون كبير باش يغطي التلسكوب، وحتى هو خاص يطلع مطوي في وسط الصاروخ وعاد يتحل في الفضاء روينا وصافي. هذا التعقيد كامل اللي ما كاين لين منه هو اللي جعل تلسكوب جيمس واب ياخذ هذا الوقت كامل باش يوجد، وبعد هذه السنوات كامله اخيرا تمت الصناعه ديال هذا العجب كامل، وجربوا كل جزء منه وجربوه وهو مركب وحطوه في الكبسوله ديال الصاروخ، صاروخ اريان، واليوم هو اليوم الموعود اللي غادي يصيفطوه من القاعده الفضائيه الفرنسيه في لاغويان. اذا داز الاطلاق على ما يرام وقدروا يستاسيونيو التلسكوب في بلاصتو في لو بوين دو لاغرانج 2 وكل شيء تحل بدون مشاكل، من دابا بضعه اشهر غادي نحصلوا على اولى الصور اللي المجتمع العلمي ديال علم الفلك والكونيات كامل كيتسنى منذ عقود. غنشوفوا دابا شنو غادي يشوف هذا التلسكوب. هذا التلسكوب كيصور في المجال الواسع ديال الاشعه تحت الحمراء، وهذا الشيء عنده اهميه كبيره في واحد السؤال اللي تسالوه ماشي غير علماء الفلك، ولكن سؤال اللي تسالته البشريه منذ الاف السنين. منين جا العجب كامل؟ كيفاش الكون بان للوجود؟ منين جاوا النجوم والمجرات اللي في السماء بما فيه الدار ديالنا هنا وبما فيه حنا؟ هذا الموضوع كيستحق سلسله حلقات كامله عليه، ولكن اللي خاصنا نعرفوه في هذه الحلقه هو ان العلم الحديث توصل تجريبيا الى ان الكون توسع من واحد اللحظه اللي كانت تقريبا هذه 13.8 مليار سنه، الانفجار العظيم لو بيغ بونغ اللي انتج عليه فضاء عامر اساسا بجوج ديال العناصر، الهيدروجين والهيليوم. هاد العناصر هما اللي غيتشكلوا من بعد منهم النجوم والمجرات اللي كنشوفوا دابا في السماء، وهاد النجوم من بعد هما اللي غادي يصوبوا لنا عناصر اثقل بحال الكربون والنيتروجين اللي مصوبه مثلا منهم يدي. هادشي شفنا في واحد الفيديو السابق على الثقوب السوداء، الرابط كاين في الديسكريبسيون في هاد الفيديو. فهاد النموذج العلمي ديال كيفيه نشاه الكون، الاغلبيه ديال المراحل ديال تطور الكون عندنا منهم صور مباشره، الا واحد المرحله في بدايه الكون اللي مازال ما عندناش منهم صور مباشره، وهي اللي غادي يصور لنا التلسكوب ديال جيمس ويب. غادي تسولوني على زعما حنا عندنا صور مباشره ديال المراحل الاخرى ديال نشاه الكون، والجواب هو نعم. باش نفهموا هذه القضيه ديال تصوير نشاه الكون خاصنا نفهموا واحد القضيه اساسيه، وهي ان سرعه الضوء ماشي لا نهائيه. اوكي، ما معنى ان سرعه الضوء ماشي لا نهائيه؟ معناها انه باش كنشوفوا شي حاجه في السماء حنا كنشوفوها بحال اللي كانت في الماضي، يعني نوعا ما آلة ديال الزمن كنرجعوا بها للماضي. إذا شي حد كان واقف دابا فوق الشمس وعلى يدو، هاد الصورة ديالو وهو كيعلي يدو غادي تاخد 8 ديال الدقائق عاد توصل عندنا هنا في الأرض. يعني في اللحظة باش غادي نشوفوا شي حد على يدو فوق الشمس غادي يكون ديجا على يدو هذه 8 ديال الدقائق. دونك الشمس هو أقرب نجم لينا، داكشي علاش كنشوفوها في الماضي القريب ديال هذه غير 8 ديال الدقائق، ولكن النجوم والمجرات اللي بعيده حنا كنكونوا كنشوفوها كما كانت هذه ملايين ولا ملايير السنين. وكل ما شفنا ابعد في الكون كل ما كنكونوا كنشوفوا اقدم في الماضي. دونك السؤال هو بما ان الانفجار العظيم طرا هذه 13.8 مليار سنه، فاذا شفنا في هذه المسافه هذه ولا في هذا البعد هذا شنو كيبان لنا في السماء؟ ابعد واقدم حاجه كنشوفوا هو هذاك الفضاء اللي هضرنا عليه قبيله واللي كنكون من الهيدروجين والهيليوم، واللي انبعث منه واحد الاشعاع كيتسمى كوسميك باك جراوند راديشن ولا الاشعاع الخلفي الكوني. غادي نديرو حلقات قادمه نشرحوه، تقيد في القناه. هذا الاشعاع كيعطينا صوره ديال الكون 380 الف سنه بعد الانفجار العظيم. عندنا كذلك صور اللي التقطها التلسكوب ديال هابل ديال المجرات الضاربه في القدم كترجع حتى ل 600 مليون سنه بعد الانفجار العظيم، ولكن بين 380 الف سنه وبين 600 مليون سنه
بعد الانفجار العظيم، كاينه واحد المرحله كامله اللي ما عندنا عليها حتى شي تصور، حيتاش بفعل واحد الحاجه اللي سميتها الدوبلر ريد شيفت. باش تصور هذه المنطقه في الفضاء خاصك تصور في المجال ديال الاشعه تحت الحمراء اللي هابل ما كيصورش فيها، واللي تلسكوب جيمس ويب متخصص بالضبط فيها. وكتشي معنى انه قريبا اذا كل شيء داز مزيان البشريه غادي تستطع تشوف صور مباشره ديال اول ضوء ديال النجوم بان في الكون. اذا الانفجار العظيم طرا نتج عليه واحد الفضاء عامر بالهيدروجين والهيليوم، ولكن هذا الفضاء كان اساسا كحل، كان مظلم حيث ما كانت حتى شي نجمه موجوده في الكون في هذيك الساعه. مع مرور الوقت هاد السحابات ديال الهيدروجين والهيليوم كولابساو، نهاروا على راسهم بفعل الجاذبيه وصنعوا لنا اولى النجوم اللي شعلت لاول مره ضوء اشعاع النجوم في الكون. قريبا البشريه غادي تقدر تعيش لحظه تاريخيه في الصيروره ديالها، وهي اننا غادي نشوفوا صور مباشره ديال اول مره الكون شعل فيه الضوء ديال النجوم. الرائع كذلك هو ان هذا التلسكوب الدقه ديالو تالمون كبيره ك غادي نقدروا نشوفوا اولى النجوم العظمى، ماشي غير المجرات الاولى ولا التكتلات ديال النجوم الاولى، ولكن غادي نقدروا نشوفوا نجيمات بحد ذاتهم. واو، تلسكوب جيمس ويب القدرات ديالو كتجاوز بكثير فقط النظر في نشاه الكون. العلماء غادي يقدروا يوجهوا لعدد هائل من الحاجات في الكون، اي حاجه اللي كينبعثوا منها اشعاعات في مجال الاشعه تحت الحمراء. تلسكوب جيمس ويب غادي يمكننا ندرسوا تطور المجرات من اولى المجرات اللي تشكلت في الكون حتى المجرات ديال اليوم. غادي نتعلموا على اسئله بحال واش الثقوب السوداء هي اللي كتؤدي لتشكل المجرات حولها، ولا تشكل المجرات هو اللي كيؤدي لتشكل ثقوب سوداء في القلب ديالها. غادي نشوفوا في وسط الجوف ديال السدم ديال الغبار الكوني اللي تلسكوب هابل قدر يصورها فقط من برا. غادي نشوفوا دابا لاول مره شنو كاين في الوسط ديال هذا الغبار الكوني، وغادي نشوفوا مباشره النجوم والكواكب كيتشكلوا في وسط هذه الحاضنات ديال النجوم. ربما من اهم الحاجات كذلك اللي غادي نتعلموا عليها مع جيمس ويب هو الحياه خارج الارض. الدقه ولا ريزوليوشن ديال جيمس ويب تالمون كبيره كو غادي نقدروا نرصدوا مباشره الضوء اللي كينعكس من كواكب اللي كيدوروا حول النجوم الاخرى. النجوم اللي كنشوفوا في السماء اغلبيه كيدوروا عليها كواكب اخرى، ولكن هذه النجوم بعيده لدرجه صعيب تميز ما بين الضوء اللي جاي من النجمه والضوء اللي جاي من كوكب كيدور على النجمه. لكن التحليل ديال الضوء هذه الكواكب اللي غادي يلتقط لنا تلسكوب جيمس ويب غادي يمكن من التعرف على كواكب اللي الغلاف الجوي ديالهم يقدر يكون فيه عناصر مرتبطه بالنشاط ديال الكائنات الحيه بحال اللي كنعرفوها هنا على الارض. واخا غادي يكون بزاف ديال الزحام على التلسكوب جيمس ويب وعرام ديال العلماء شادين الصف من دابا باش يستعملوه، ولكن ديجا تقرر انه واحد من النجوم الاولى اللي غادي يدرسها التلسكوب جيمس ويب هو واحد النجمه اللي تم الرصد ديالها من هنا من المغرب، نجمه ترابيست 1. هذه النجمه تمت الدراسه ديالها بفضل عدد من التلسكوبات، واحد منهم كاين عندنا هنا في جبل اوكيمدن في الاطلس، واكتشفنا ان هذه النجمه كيدوروا حولها سبعه ديال الكواكب اللي كتشبه في البنيه ديالها كوكب الارض، وثلاثه ولا اربعه من هذه السبعه الكواكب موجودين في مدارات اللي كتسمح بتشكل ديال الماء السائل، الماء السائل اللي هو الاساس ديال الحياه بحال اللي كنعرفوها هنا على الارض. كنا درنا حلقه مفصله على هذا الاكتشاف، غادي تلقاو الحلقه في الديسكريبسيون لتحت. كنتسنى بفارغ الصبر النتائج اللي غادي يخرجوا من هذه الابحاث، ماشي فقط الدراسه ديال اولى النجوم ديال الكون ولا هذا النظام ديال ترابيست 1 اللي المغرب جزء من القصه ديالو، ولكن كذلك الحاجات اللي غادي يصورها جيمس ويب واللي حتى واحد مازال اصلا ما فكر فيها ولا توقعها. صور اللي اكيد غادي تغير النظره ديالنا للكون الى الابد. تلسكوب جيمس ويب معقد جدا بحال شفنا، واحتمال ان شي حاجه ماشي هذيك ترى هو احتمال وارد. هاد التلسكوب عنده 344 ديال اللي كنسميوها في الهندسه سينجل بوينتس اوف فيلير، ولا امور اللي ما عندهمش سكور، ولا اللي امور اللي اذا غير وحده فيهم ما صدقاتش المشروع كامل بالتاكيد غادي يفشل. 344 نقطه. عمليه ادماج التلسكوب والادخال ديالو في الكبسوله ديال الصاروخ، الاطلاق براسو اللي التلسكوب غادي يتعرض فيه للضغط هائل وغادي يتمخض مزيان اثناء الاطلاق، الرحله ديال التلسكوب حتى لبلاصتو في لو بوان دو لاغرانج، الحلان ديال الدرع الواقي، الحلان ديال المرايه ديال التلسكوب، الكاليبراج ديال التلسكوب، وعاد ديك الساعه غادي نحصلوا على اولى الصور من التلسكوب. هاد اولى الصور يقدروا يكونوا مضبين، يقدر يترى مشكل ويخرجوا لنا هاد الصور مضبين بحال اللي طرا لنا مع تلسكوب هابل. هو الفرق مع تلسكوب هابل هو ان هابل كان قريب للارض، فصيفطنا له مهمات ديال رواد الفضاء اللي قدوا له العدسات ديالو وتم الاصلاح ديالو، ولكن جيمس ويب مستحيل يدير في هذا الشيء. جيمس ويب هو بعيد بزاف وما مصوبش باش يتصيفط له ميكانيسيان ديال الفضاء اللي غادي يصوبوا، غادي يكون خدام بوحدو، واذا طرا شي مشكل هزنا الما فيه.
دونك هذا التلسكوب هو واحده من اكبر التقميرات اللي داروا في اكتشاف الفضاء، ولكن في نفس الوقت هذا التلسكوب هو تجسيد ديال اخر ما توصل ليه الابداع البشري في العلوم والهندسه. واذا خدم البشريه غادي تحل ليها عين جديده على الفضاء، عين غادي تشوف بها الكون بحال اللي عمرنا ما شفناه من قبل.